الوطنيه. انا اصدقائي قلت لكم انني غنهبط لهنايا، هذه بوهنديه راهيه، مناظر هنا رائعه صراحه. كاين الشرقي، كاين الشرقي بزاف. بانا ما كنفهم شي في هذا الشيء، اللي كيبان لي هو انه المياه راه هي مع الحجر كتبان لكم صافيه، يعني مع ذوك الحجيرات يمكن الواحد يهبط تما يدير شي بركه العمم. واحد الصياد راه هو فينا هو، فيها شوية المغامرة لأن الموج بعض المرات كيجيو قويين كضراب ديك هذا تهزو هو نزيد نتوغل شوية في وسط الحجر هادو. ما جايبش الحذاء الرياضي وهذا باش ما كراش ندخل لهنايا لهاد الحجيرات ومناظر واعرين. اذا انا فاش قار عندو شي كاسكيت يخبطها في يدو. الو هذاك لو باساج اللي بين جوج ديال الحجر ما غنمشيش حتى تما، عكزت. كاين ان باساج كاين واحد الميرادور تما و ريح بزاف، ديزولي اللي شويه مضربه باش تايلا. قلت كاين واحد لو باساج تما، وداك لو باساج كاين واحد الميرادور اللي طلع الماء وصافي. هذيك من قبل من هاد الجهه هذه اللي صورت قبل كانوا حتى من هنا كانوا كيخرجوا دوك الباطيرات العشبه، ملي داروا لو بوست ميليتير هما كاين لي ميليتير هنا، كاين الفوق، كاين بارتو انتي راه حنا في الحقيقة حامين بلادنا الحمد لله، هذا من جهة، ومن جهة ثانية راه حنا كنحذيو تا أوروبا والله. مع دوك مساخيت الوالدين ما بغاش يهديهم الله، طورات الأمور، راه حنا ماشي في القرن 19، راه ما الله يجعل البركة، عقنا بركة، استغليتونا ما فيه الكفاية. ما شي واحد يترجم هاد الهضره هادي اي لي طون دو شونجي. المغاربه عندنا علماء، عندنا مفكرين، عندنا باه خصنا غير حنا نعطيوهم قيمتهم وصافي. عندنا الحمد لله الاطور ديالنا تخرجوا فين ما مشيتي بارتو موند غتلقى لي ماروكا وف دي بوست كلي. مشيتي لميريكان، مشيتي لكندا، بون فرنسا خلاص راه شكون اللي مشيه، راه مشينا غير العرب. راكم شفتوا ماكرون اللي كان جا عندك ديدي راول ياك، جا شير اللابوراتوار ديالو، شكون اللي كاين تما؟ هذا جزائري، هذه مغربيه، هذه وما كاينش فرنساوي ما كيدورش.
يعني لي لابوراتوار الشركات الكبيره، ولكن المغاربه هذوك المغاربه راه بهم يخدموا البلاد، ولكن خاص الناس اللي كيسطروا ويوضعوا الخرائط المستقبليه، خرائط طريق المغرب كيفاش غيكون، خصنا ندخلوا هذا العنصر هذا ولاد البلاد، نحاولوا عرفتي نشريوهم من برا، واللي خارج غاضب على البلاد نحاولوا نقولوا له اسمح لنا وما فيها والو، ما نقولوش اسيدي غير افتح له الباب واعطيه نفس يخدم في نفس الظروف اللي كاينه في جهه اخرى، وصوي السور هاد البلاد هادي راه غادي في ظرف 10 سنوات تلقاها طارت، حيت راه العنصر البشري وراه كلشي كيقولها، راه ما عندناش مشكل ديال الامكانيات، عندنا مشكل ديال داك اللي غادي ديك الامكانيات كيفاش غيوظفها، يعني ماشي غينهبها، كاين دابا اللي كتعطيه ميزانيه كيبقى يقلب كيفاش يصرفها، لا تصرفها فيما فيه منفعه للوطن. بركة عليا غنخرجكم من الطبيعه وندخلوا عاود لشي موضوع اخر. المهم كاين الشرقي البحر واخا هكاك مزيون، كاين الناس كاين العشاق ديال الطبيعه ومنها حنايا. اللي باقي مجال طنجه انا كنقول له اجي، تدبر الرخصه ديالك اجي تبرع مع راسك، جي معاك فليسات ضروري، وراه بلادك هادي وانا عاود كاين مناطق اللي باقي ما زرتهاش، عاود انا ما نكرهش شي واحد يقول لي مرحبا بك في الموضع الفلاني وكذا، في الاماكن اللي مزيونه صافي. يلا تحياتي اصدقائي.